هتنتخبي صح؟ ان شاء الله. اه طب وابن حضرتك برضو كان جاي النهارده ينتخب؟ اه هو من ذوي الاحتياجات الخاصه. من ذوي الاحتياجات الخاصه. ايوه. تمام. طبعا هو مش مدرك طبعا اي شيء كده، فانا طبعا كنت جايه عشان حتى لو ما امكنش ان هو ينتخب فانا كنت هقوم بنيابه عنه. طبعا ما امكنش هو، حتى بقول لهم يعني المفروض يكون في استثناء يعني حاجه زي كده، قالوا لي لا ما ينفعش لازم هو. طب يبصم الولد طبعا هو كان عنده توحد وكده، فما امكنش حتى ان هو يخش حتى يبصم. عشان هو مكسوف، فانت حاولتي انت بالنيابه عنه يعني تنتخبي يعني؟ اه. فما امكنش، قالوا لي لا ما ينفعش لازم هو بنفسه. تمام. طب البصمه